قانون اللي هو قانون انضباط ديال الجامعة، هو اللي كيحكم كل ما هو انضباطي في الكرة المغربية. يعني في المادة الأولى في الفصل الأول تيقول لك أودي هذا النص مكتوب بالفرنسية كيف موقع الجامعة بالفرنسية، ولكن مع ذلك ما كاين حتى مشكل، أنا غنقرا ديريكتوم واخا مكتوب فرنسية أنا كنقرا ديريكتوم بالعربية. هذا القانون يطبق على جميع على جميع اون ماتيغ دو ديسيبلين اون فيو، على جميع ما هو على كل ما هو تأديبي، ياك، وذلك بغرض معاقبة واحدة أو أكثر من المخالفات التي ينظمها هذا القانون، ياك. المهم أنه هنا كيبين لك لو شون دابليكاسيون، مجال تطبيق هذا القانون، ياك. كيقول لك لي زورغان ديسيبلينير دو بروميير انستانس اي دابيل، كيقول لك انه التنظيمات او يعني الهيئات التاديبيه، سواء على مستوى الدرجه الاولى بحال اللجنه التاديبيه ديال اللي كاينه في الجامعه، حيت كاينه اللجنه التاديبيه او لجنه الانضباط الابتدائيه كتصدر احكام ابتدائيه، وكاين لجنه استئنافات، اذا كاين جوج درجات. تيقول لك هاد الهيئات التأديبية سواء على مستوى الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية، ياك، والتي ينظمها هذا القانون، سمعوا، تيقول لك تتوفر على سلطات تأديبية واسعة في مواجهة كل منتمي إلى هذه الجامعة، كل منتمي tout affilié à l'égard de tout affilié au sens du code disciplinaire au sens، يعني كل واحد منتمي لهذه الجامعة في منظور هذا القانون التأديبي. يعني شنو هما المؤسسات؟ هما العصبة الاحترافية، سميتو ديال الذكور، العصبة الاحترافية ديال الإناث، العصبة ديال الهواة، العصبة الجهوية، هادو كلهم مؤسسات منضوية تحت لواء الجامعة، هادو هما لي زافيلي، هادو كلهم كيخضعوا لهذا القانون التأديبي، باش من الناس ما يمشيو لها هكا لا هكا. كاين قانون تأديبي واحد، وكاينه السلطه اللي كتفعلوا اللي هي اللي جان انضباط التابع للجامعه، ما كاينش شي واحد اخر، هذا هو القانون. داكور، نمشيو سميتو الفصل الثاني كيدوي على العقوبات. تيوك العقوبات تيوك اللجنه التاديبيه تحدد، سمعوا هذه مزيان، تحدد مدى ومده ونقطه انطلاق العقوبات. داكور، هي اللي كتحدد نقطه انطلاق. داك، وغنشوفوا في فصل واحد في واحد اخر امتى كتنطلق العقوبه، امتى خاص العقوبه تنطلق، وشكون اللي خصو يعطيها انطلاقه، وشكون اللي في حاله اذا اخل بهذا الالتزام شنو الجزاء ديالو. لا كوميسيون دو ديسيبلين ديتيرمين لا بورتي لا دوري اي لو بوين دو ديبار دو توت سانكسيون كيل برونونس. متفقين؟ هي اللي كتعطي كونفورميمون ديسبوزيسيون دي بريزون كود، طبقا لمقتضيات هذا القانون، وكذلك سلم اي لا غري دي سانكسيون كي لوي تانيكسي، وكذلك سلم العقوبات الذي يلحق بهذا القانون او الملحق بهذا القانون. ما عنيناش هادشي كله غير باش نبينوا راه اللجنه ديال الانضباط هي اللي من حقها تحدد امتى تبدا العقوبه، وهي حقها تحدد المده ديالها وكذا، والمدى، المدى ديال العقوبه. اللي كنقولوا المدى هو ديك العقوبه واش هتبقى طول الحياه تابع الانسان او عندها واحد الوقت محدد او ما عنيناش. غنمشيو لارتيكل 3، الماده 3 اش كتقول؟ كتقول هي لي زورغان ديسيبلينير دو لا فيديراسيون، الهيئات التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. اشنا هي؟ تيقول لك شكون هما؟ هما اللجنة المركزية للتأديب، واللجنة المركزية للاستئناف، وكذلك لجنة الأخلاقيات. هادو بثلاثة متفقين، وكيجيو في الآخر وهذه مهمة جدا، تيقول لك أن الجامعة بإمكانها أن تفوض، La fédération peut déléguer toute une partie de ses prérogatives aux commissions de discipline de la Ligue nationale de football professionnel. يمكن بإمكان الجامعة الملكية المغربية أن تفوض كل أو بعض اختصاصاتها إلى بعض اللجان التأديبية التابعة للعصبة الوطنية الاحترافية. يمكن.
هل في هذه الحالة فوضت اللجنة أو فوضت الجامعة للعصبة كي تبت في هذا النزاع؟ لا، كاين هو أنه جامعة من اللي وقع الطعن ديال أولمبيك أسوي فتحال على غرفة على اللجنة المركزية للانضباط وللتأديب التي تابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وبذلك بهذا التعيين ما دام أن الجامعة لم تفوض للعصبة فمعنى هذا أنها تمسكت باختصاصها ورفعت يد العصبة عن هذا النزاع. تفقين؟ كاين نزاع، كاين عقوبة عليها نزاع وعليها اعتراض. إذا دخلنا في النزاع ما بقيناش كندوي في الإداري باش بدا يتناقض علينا بالقشور، ما بقيناش كندوي في الإداري، ولينا كندوي في القضائي عليها نزاع، فتحال شكون اللي غادي يحينها؟ مول الاختصاص اللي هو الرئيس ديالك اللي هو الجامعة عطاته للجنة الانضباط. دونك هنا غير باش نحطيو ونرصيو شوية المسائل وغادي ندقة دقة وكيبان لينا داكشي. ما عليناش باش من هذاك الشيء طويل، كناخذ غير السطوره اللي هما مهمين والفصول اللي مهمين باش كنمشيو دابا للفصل 4 اللي كيدوي على الاختصاصات. اختصاص تيقول لك اودي ان اش شكون اللي مكلف كيف في كوا، يعني شكون كيقول لك ان كل الهيئات ديال التاديبيه ديال الجامعه اللي قلناها، اللجنه المركزيه واللجنه الاستئناف ولجنه الاخلاقيات، قال لك هادو لي زوربان اسمها الاختصاص ديالها، تختص هذه الهيئات بمعاقبة كل مس وخرق لقوانين الجامعة، كل مس وخرق بقوانين الجامعة. طيب دابا الوقت اللي طعنات أولمبيكاسي، علاش طعنات؟ طعنات لأن هناك خرق لقوانين الجامعة حسب معرفتها وحسب رأيها. داكو هاد الخلق فين كيتجلى لها؟ كتقول لك اودي هذا المدرب معاقب ومع ذلك جلس في كرسي احتياط، اذا خلق القانون، انا ارفع امري اقوم باعتراض، والاعتراض تمت احالته على لجنه الجامعه. دونك هنا الاختصاص للجنه الانضباط باش عاوتاني نجي نوضحوا بانه لا مجال لتدخل العصبه في هذا النزاع. تيقول لك في واحد الفقره ثانيه مهمه كنسطر على دوك اللي شويه فيهم كيهمونا، كل طعن تو ركور فورمي سور اون بيرسون سوميز او بريزون كود، كل طعن تم تقديمه ضد اي شخص خاضع لهذا القانون التاديبي، هنا طعن في مواجهه البنزرتي كمدرب لانه جلس في كرسي الاحتياط ولم يحترم هذا الكود، هذا هو لا بيرسون سوميز. اي تو ليتيج اونتر افيلي، وكل نزاع بين الهيئات المنضويه تحت جناح او تحت لواء الجامعه، هذا قال لك توغوكو كل طعن ماله هذا الطعن كله قال لك يجب ان يحال. شوف نقولها بالفرنسيه، هاد لو ركور تو ركور او بلوريال دوفرون اتر سومي اكسكلوزيفمون، عقلوا على اكسكلوزيفمون، راه بالعربيه كيقول لك يحال سميتو بصفه استثنائيه، بصفه استثنائيه وبصفه يعني لا رجعه فيها، اكسكلوزيفمون على من كيتحال، على لي جوريديكسيون على ديال الجامعه، على الليجان القضائية التابعة للجامعة. دونك هنا تراسينا الاختصاص، كل شيء واضح، كل شيء باين. هنا غنمشيو للفصل، فصل 5 اش كيدوي؟ فصل 5 كيدوي على الحيادية، ضروري من الحيادية في مؤسسات في اللجان القضائية التابعة للجامعة خصها تخدم بحيادية. فين كيبين لك الحيادية؟ تيقول لك الهيئات القضائية اللي هضرنا عليها الفوق سي دوسو، تيقول لك تصدر قراراتها بكل حيادية ولا يمكن أن توجه لهم أي أوامر أو تعليمات من أي جهة كانت. اسمع السي بالقشور معنينش. ثانيا كيوك أي عضو في الجامعة أو في العصبة
أو في العصبة النسوية أو كذا أو كذا أو كذا أو في العصب الجهوية لا يمكن أن يتواجد في قاعة البت، يعني القاعة اللي فصلوا فيها واجتمعوا هذيك اللجنة. حتى واحد في هادو أعضاء من هذه اللجان، سمع السي بلقشو داك عضو في اللجنة سميتو ديال كرة القدم احتراف ديال العصبة الاحترافية، حتى شي واحد ما عندو الحق يحضر في القاعة. علاش؟ لأن هادو كلهم هاد الناس ما عندهمش اختصاص، ما عندهمش بتات يقربوا من هاد النزاع. هذا هو في كي تراسيو لك الحياد، بل انه تيقول لك حتى خديت لان كومباتيبيتي دي موندا، انه ما يمكنش كذلك انه شي واحد مومبر في هاد العصبات هادو كاملين انه يكون كذلك عضو في هاد اللجان القضائيه، باش يبقى عنده داك التجلد والحياديه. ما عنيناش قربنا نكملوا، ما نطولش عليكم، غير نمشي لا ريغل 9، لا ريغل جينيرال اللي كاينه في لارتيكل 9، الفصل 9 من قانون انضباط ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. فيه واحد الفصل، فيه واحد الفقره ثانيه جد جد مهمه. باش نلخص لكم، هذه الفقره كتقول لك ان الجامعه اذا لاحظت بانه العصبه او المؤسسات الاخرى ما قامش بالخدمه ديالها خصها يتصدى العمليه، بمعنى ان الجامعات هي متورطه في هذا المشكل ديال البزات. تيقول الا لاحظت بان العصبه ما قامتش بتحريك المتابعه في الوقت المناسب، فكيمكن للجامعه انها تتحرك هي ودير الخدمه بنفسها. سمعوا اش كتقول الفقره الثانيه ديال الفصل 9: اون كان دانفراكسيون غراف، في حاله مخالفه جسيمه او خطا جسيم، وراه الماده ديال العقوبات راه كدوي على الخطا الجسيم، ماده 33 جو كرو، الخطا الجسيم كتدخل فيه حاله ارتكاب مخالفات لا حق هي هذيك ارتكاب مخالفات ضد رسمي الماتش، كوميتر ان اكت ياك دو نون ريسبي او زوفيسيال دو ماتش، راه كاينه. دونك لا فوت غراف، لا فوت ديال سميتو راه مصنفه فوت غراف، لا فوت ديال بنزرتي. داكو اون كا دانفراكسيون غراف كونتر لي بوت ستاتيور دي لا فيدراسيون، هنا كيقول لك في حاله خطا جسيم ضد اهداف القانون الاساسي للجامعه. كنعرفوا من بين الاهداف الاساسيه ديال القانون الاساسي للجامعه هو لو فير بلاي، راه مكتوبه عند الفيفا واخدها الجامعه. لو فير بلاي الروح الرياضيه هو من البديل الاساسيه ديال القانون الاساسي للجامعه. فهنا تصرف الاداره البنزرتي يمس بالروح الرياضيه لانه احتج على لي زوفيسيال دو ماتش وخرجوا توني شفنا شنو دار. دونك فوت غراف هنا تيقول لك شنو كيقول لك، ملي كتكون لا فراكسيون غراف بحال هذه تيقول لك لا كومبيتونس، ملي كيكون بحال هذا الحدث كيقول لك الاختصاص يقع بيد اللجان القضائيه التابعه للجامعه، ياك الجامعه. وكيجي ولا سويت كيقول لك لورسكو، حين تكون هناك يعني هيئات تنظيميه للمنافسات بحال العصبه، هيئات هي بالنسبه للجامعه حتى هي كتنظم البطوله، الجامعه كتنظم كاس العرش ومقابله المنتخب، باش نتفاهم. تيقول لك لورسكو توت اوتر اونتيتي اورغانيزاتريس نو بورسويف با، هنا راه كيدور او بلوري، نو بورسويف با لي انفراكسيون كوميز، لا تتابع المخالفات المرتكبه. سمعوا واش كيقول الطب هذه الفقره الثانيه ديال الماده 9، او ne le font pas en conformité avec les principes fondamentaux au droit. سمعوا او يا اما ما كتبعش دوك المخالفات بحال دابا العصبه، او انها ما كديرش كاع نهائيا دوك لي فورماليتي، ما كديرهمش ديال التبليغ وديال متابعه العقوبه. اش كيوقع حسب كيقول لك، تيقول لك هاد لي زونتيتي اورغانيزاتريس دي كومبيتيسيون اللي منها العصبه اون، سمعوا هذه الفقره الثالثه راه مهمه جدا، الهيئات المنظمه للمنافسات تقع عليها، يقع عليها واجب ياش انه تخبر وتعلن السلطات القضائيه الهيئات القضائيه التابعه للجامعه بكل مخالفه جسيمه افراكسيون غراف. غادي نعاود القراءه الفرنساويه باش تبان الصحافه الفرنساويه. Les entités organisatrices des compétitions ont l'obligation de signaler
aux autorités juridictionnelles de la Fédération royale marocaine toute infraction grave. انا غنجي لهاد قايد سينيالي وغنقول له العصبه سي بالقشور اللي عاد فاق دابا من القلبه، غنقول ليه واش انت ككاتب عام او كنائب اول ديال رئيس العصبه عندما ارتكب البنزرتي خطاه ضد المغرب التطواني ياك، ورئيس العصبه اللي كان معاك واش قمتوا ب اسكو فو زافي سينيالي، واش قمتوا باعلان العقوبه ديال البنزرتي للهيئات القضائيه اللي كاينه في الجامعه؟ انا اوجه هذا السؤال وكنسولو هو لان دابا هو اللي مسؤول دابا. هذه لا فوت كراف دارها ياك، فوت كراف دار البنزرتي، ما عندكم ما تحولوا فيها، ما عندكم ما تغيروا فيها. واش قمتوا واش طبقتوا الماده الفقره 3 من المادة من الفصل 9 من قانون العقوبات وعلمتوا الجامعه؟ لانه هذا القانون كيعطي الامكانيه للجامعه ان هي تقوم بالعمليه براسها. دوك ما قمتوش بها، اذا انتوما عندكم النيه انكم تخبيوا هذاك الحادث وانكم تخبيوا دوك المخالفه. دونك فو زافي ديسيمولي، وفي بلد ديمقراطي واللي كيحترم الديمقراطيه رئيس العصبه انذاك يجب ان يوقف نهائيا عن ممارسه الرياضه وعن التسيير الرياضي. هذه اقل حاجه كدار، لان هنا اش ولا التخبيه، كنخبي عليك القانون، كنخبي عليك واحد 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 المهمه اللي هي مهمه، لان كنقولوا فوتوغراف هنا ما تندويش حاجه بسيطه، تندوي الخطأ جسيم وكنخبيها للمؤسسات اللي فوق مني. معنى هذا انا اتحايل على القانون، اذا اقل يعني جزاء هو التوقيف النهائي على ممارسه الكره. وان شاء الله هذه النقطه هذه غتوصل لها فيفا، شي لا دعت الرجاء في الحقوق ديالها، وتم تدخل وتم الغاء وتم التغاضي على قرار اللجنه وعوضه توقيف من طرف البنزرتي من طرف العصبة. كونوا على يقين هذه النقطه هذه بالذات، هذا الاخفاء هذا غادي يوصل لها فيفا، ولكم ان تتصوروا الفيفا ملي كتخدم ديك القوالب ديال العرب ما كيحملوهمش، ما كيحملوش ديك القوالب ديال العرب ما كيحملوهمش. ما عليناش، حنا غادي نمشيو نمشيو دابا للماده الاخرى في هذا الموضوع هذا اللي نختم بها، اللي هي الفصل 22 اللي كيدو على التبليغ وتنفيذ العقوبات ياك او القرارات. تبليغ القرارات، كاين قرار بتوقيف البنزرتي 6 مباريات خرج، ولكن فين المآل ديالو؟ واش تبلغ واش ما تبلغش؟ واش تيقول لك اودي هنا باختصار تيقول لك هناك إلزامية ياك لتبليغ الفريق المخالف لتبليغ الفريق الذي ينتمي إليه الشخص المخالف سواء كان لاعب أو مدرب، خصك تبلغ داك. وتيقول لك حيت هنا في هذه المادة هذه ما كيقولش لك أنه ضروري خصك تبلغ هذاك المدرب ولا لا، تقدر تكتفي أنك تبلغ غير الفريق. وتيقول لك هنا هاي في الفقرة الثانية ديال المادة 22 تيقول لك بأنه الفريق ملي كتبلغو أنه هو كيتعتبر التبليغ ليه بمثابة التبليغ للاعب أو للمدرب، بحال بلغتي للمدرب واللاعب. وملي كدوز 4 أيام راه عاطي الأجل، كدوز 4 أيام كيتعتبر هذاك المخالف كأنه تبلغ، يكفي أنك بلغتي الفريق ديالو والفريق ديالو عنده الالتزام أنه يبلغ. دونك حنا عاود غنطرحوا السؤال، هل قام الفريق الذي كانوا يدربوا البنزرتي قبل 3 سنوات بتبليغ البنزرتي بالعقوبه؟ نطرحوا السؤال، اذا لم يقم بهذا ما هي عاقبته؟ قولوا لنا نتوما، راه مكتوبه العاقبه هنا ما نقولهاش ولكن نعرف لمن نقولها، وقولوا لنا نتوما. كاينه واحد الفقره هي جد جد مهمه اللي كدوي على الفوريه، وهذا دوي عليها السي المتوكل الصحفي المتمكن واللي معروف تبارك الله، داك اللي كتب برافو عليه، حيت هذاك السيد ما عندوش، هذاك السيد معول بغى يمشي لاكوب دي موند من جيبو، هذاك الا مشى لاكوب دي موند بغى يمشي برزقه، محتاج هو يطلب ويرغب. قال لك هنا هاد لارتيكل كيدوي على الفوريه ديال العقوبه يجب تطبق فورا. انا نقرا فرنسويه وغنترجمها، لا سانكسيون دو سسبونسيون اوتوماتيك، كنعرفوا لا سسبونسيون اوتوماتيك اشنو هي.
هي ملي اللاعب كيخرج مثلا بورقه حمراء، ورقه حمراء عنده سيسبونسيون اوتوماتيك. لا سيسبونسيون نو اوتوماتيك هي اللاعب اللي كيكون اللي كيجمع بعض الانذارات. ديك الساعه في الجامعه تيعلموه في اللجنه، تيقول له دير عندك بعض الانذارات الماتش المقبل، كيصيفطها للفرقه ديالته، تيقول لهم اللاعب فلان فلاني انا عنده بعض الانذارات الماتش الجاي ما غيلعبش. هذه كتسمى نون اوتوماتيك، ماشي اوتوماتيك، لان خصها كيترتب عليها واحد مجموعه دي. اما لا سيسبونسيون اوتوماتيك كتخرج بالحمراء ديريكت. لا سيسبونسيون اوتوماتيك هي كترتكب واحد الخطا جسيم، عارف راسك غتوقف من بعد، هذيك سانكسيون اوتوماتيك. لا سانكسيون لا سانكسيون دو سيسبونسيون اوتوماتيك في اكسبسيون. ما معنى سون؟ اشنو هي الاكسبسيون؟ يعني تيقول لك انه عقوبة التوقيف الاوتوماتيكي يعد استثناء. كيفاش؟ يعني تيقول ان التطبيق ديالو يجب ان يكون فوريا. علاش؟ حيت الفوق كيهضروا لك على انه السيد اللي ارتكب المخالفة خص الفريق ديالو، بلغتي الفريق ديالو، كانك بلغتي والفريق ديالو خصو يبلغوا في 4 ايام، راه كيتعتبر مبلغ بعد مرور 4 ايام. كيجيك من بعد كيقول لك ليكسيبسيون على هذه القاعدة، كاينه هي الحالة ديال عقوبة بحال الخطأ الجسيم، فيه سانكسيون اوتوماتيك، معاقب اوتوماتيكيا، هذاك السيد غيتوقف. هاد الحالة، هاد التوقيف هذا، كيقول لك لابليكاسيون ديال التوقيف خصو يكون فوري. سون ابليكاسيون لا سانكسيون دو سسبونسيون اوتوماتيك في اكسبسيون، سون ابليكاسيون ات انستونتاني. ياك سول لو ديسبوزيسيف دو لا ديسيزيون اي نوتيفي. غير كيقول لك انه كتبلغ فقط، يعني ذاك المنطوق ديال التوقيف هو اللي كتبلغه فقط، اما هو العقوبه كتطبق حالا وفورا. اذا حاله البنزرتي كان يجب ان تطبق وتنفذ فورا منذ 3 سنوات دابا. سمعوا هذه الفقره، الفقره ديما الفقره الثانيه جد مهمه، اخر سطر فيها هذه الفقره الثانيه. Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. سمعوا هذه شحال مهمه. كل تبليغ غير قانوني او تم بطريقه غير قانونيه لا يمكن ان يسبب ضررا للاطراف. وراه قالوها الاخوان ديال اللجنه الجامعيه، قال لك لا يضار احد بخطا المرفق، اللي هو خطا المرفق العمومي، اللي هو الجامعه تعد مرفق عمومي لانه يؤدي خدمه عامه، وميزانيته تتكون من تمويل عمومي، الدوله اللي كدير الميزانيه تاع الجامعه، لهذا تعد في حكم المرفق العمومي. طيب تيقول لك لا يضار احدا بخطا المرفق، اذا خطا المرفق شنو هو؟ انه ما بلغش. اذا ما يمكنش تضرني انا، ما بلغتنيش تجي تضرني دابا تقول لي العقوبه باقا تابعك حتى يوم القيامه، ما يمكنش. دونك هنا كما كنقولوا الفقره الثانيه من الماده 22 كتقول لك اون نوتيفيكاسيون ريغولييغ، كل تبليغ غير قانوني لا يمكن ان يضار ان يتضرر منه الاطراف. اذا واضح المسائل. والفقرة الثالثة ديما الفصل 22 اللي نختم بها، تيقول لك العقوبة تطبق بمجرد التبليغ بالوسائل التالية. بمجرد التبليغ توت سانكسيون ديسيبلينير برونونسي ايت ابليكابل دي سا نوتيفيكاسيون او بارتي بار كوريي فاكس او ايميل. دونك كل عقوبة تأديبية تم النطق بها فهي تطبق بمجرد النطق، بمجرد تبليغها الى الاطراف. كيقول لك الحريه هنا ما كيقولش ضروري رساله مضمونه، كيقول كي اما باكوري يا اما برساله، وهناك تكون الرساله خاصها تكون مضمونه، يا اما بالفاكس يا اما بالايميل. هذو كلهم وسائل ديال التبليغ. هادشي اللي كاين في قانون العقوبات واضح وضوح الشمس، وانه بالقشور يريد ان يترامى على اختصاصات لجنه قضائيه، لم يحترم بخرجته الاعلاميه، لم يحترم مقتضى سميتو البت او اختصاص البت الذي هو من حق اللجنه القضائيه التابعه للجامعه. في حاله الطعن يجب الذهاب للاستئناف. بعد واحد القضيه، حتى اذا كان هذا بالقشور كاع مثلا في يدك حاميه، في يدك حاميه في يدك البيضاء، وباغي يرضي بعض الاطراف، ما كنعرفوش كم الاطراف اللي كانوا معاه في معاهده من شحال هذه، فإذا بغى يرضي على الأقل يحترم غير اللجان القضائية ويقول أشير الإخوان، عرفت شنو غادي نديرو؟ غادي نوقف، غادي نأجلو حنا هاد الدورة.
الدورة هذه اللي جاية لا تخلق لنا مشكل، غادي نأجلوها حتى يتبت في هذا الملف، لأنه هناك سؤال من الله جا، كاينة رسالة من الله جا كتسول الجامعة شنو المصير ديال البنزرتي، واش مؤهل يلعب من بعد الحكم اللي خرج واللي كيعتبر العقوبة متقادمة. واش البنزرتي يجلس نهار تطوان ولا لا؟ كاين سؤال والجامعة باقي ما جاوباتش. إذا على الأقل إلا عندك شوية ديال غادي تقول بأنه هناك حكم ابتدائي، فنحترموا الهيئات القضائية ونحترموا اختصاصات ديالها، نخليو حتى يدوز الأزل ديال الاستئناف، غادي نأجلوها دابا ما دام أن البطولة غتوقف، غتوقف واحد أسابيع ولا ثلاثة من ورا الماتش ديال تطوان، راه كاين وقت كافي غادي يخرج الحكم قرار استئنافي وغنعرفوا هل تم تأييده، وبالتالي فالعقوبة سقطت وما بقى عندنا ما نهضروا على البنزرتي. راه من ورا استئناف من اللي غتستأنف في البطولة يمكن يدخل مع الرجاء، انتهى المشكل. وإلا فإنني لحد الآن غادي نأجلها، غنأجلها الدورة. انت هذه اضعف الايمان، انت دابا اش درتي؟ انت دابا غرقتي راسك، انت دابا تلاحيتي اختصاص ماشي ديالك. لا حقا العقوبه كاينه مش شحال هادي، ما فعلتهاش شحال هادي، اياها انا كنعترف بالغلط ديالي اليوم دابا غنفعلها. الوغ كو كاين حكم، راه كاين حكم، راه اللجنه القضائيه اللي كتحكم ماشي انت.